حديث عمر رضي الله عنه، وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. كما أطرت، الكاف هنا مر معنا أن لها معان: تشبيه، تعليل، زائدة، العلو، هذه الاستعلاء. الكاف هنا ينظر فيها وفي معناها، وهنا ماذا تقول تعليلية؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مدحه لئلا يفضي بهم هذا المدح إلى مدح النصارى لعيسى بن مريم، ويحتمل أن تكون تشبيهية، يعني لا تطروني كإطراء النصارى لابن مريم. فإذا كانت تشبيهية فالتشبيه هنا كما يقول أهل اللغة تشبيه مرسل، ومرادهم من المرسل أنه غير مؤكد لوجود أداة التشبيه وهي الكاف. أيهما أرجح، أن تكون الكاف للتشبيه أم للتعليل؟ الأرجح أن تكون للتعليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإطراء مطلقا، ولذلك قال بعدها: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله.